بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي الحبيب المعافي، متقاعد من الجيش الوطني. خدمت 25 سنة، خرجت من الجيش يعني لأسباب صحية. يمكن حكاية عام، توا محسوب حكاية عام. أنا مريض بالسكر، وعندي حتى عندي الدم وعندي الكوليسترول، يعني مريض. يعني كم مرة يعني نمشي لل يعني للسبيطار الميليتار في باب علاوة، ولكن أنا زملاء يعني اللي في الكونترول يعني خدم معهم من عام 95 حتى 2008 اللي كلس، يعني نعرف بعضنا بكدا، يعني كل واحد يعرف صاحبه بكدا شنو هو. ولكن يعني هما يعني عندهم تعليمات، يعني ممنوع باش يعني الزي الطائفي وال يعني اللحية، يعني ممنوع باش تدخل الابطال الميليتير. يعني يعتذروا لي هما، خاطر صحابي يعتذروا، يقول يلا غالب يا حبيبه ماكش ماك تعرف القانون وتعرف كل شيء، نولي نضطر يعني باش نرجع. والله مرت مره يعني البنيه صغيره هي، فهمتني، 15 سنه، مشيت معها حازت الابطال الميليتير نتاع الصغار هذيك باش تعدي. يعني حازوني هي مسكين، بقات تخزر، حازوني، قالوا لي صاحبي اللي حاز، لا قال لي ما تدخلش، هي تدخل انت. لا قلت لك واش نعمل يا بابا؟ وريتها، قلت لها تعطي البريمير ايتاج ودوري على اليسار تلقي غديك. توا زعما الطبيب ما حبش يعدولها خاطر صغيره، قالوا انت صغيره وشكون جا معاك؟ قالت لهم بابا. وينو بابا؟ قالت لها راهم حازوه في الباب. قال لي لا اخويا، ماجور، ثم ماجور كان غديك. قال لي يا حبيب كما تعرف راهم ممنوع اللحيه، ممنوع عليك باش تدخل، سامحني الله غالب. وليت والله روحت، يعني روحت وما داويتش، وزدت رجعت تقريبا بعد اربع ايام، خاطر زدت مرض بكدا. كيف انا ما حبوش يدخلوني، يعني شوف يا حبيب الله راهو فلان يعني دخل واحد ملتحي، يشد 15 يوم يعني محل تاديب في الجزر، يعني ما يخرج على خاطر خلاه باش يدخل يعدي. ويعني الحمد لله، يعني قريت عندي تقريبا جي 5 ايام 6 ايام، قريت تم سيكونس فيها يعني واحد ملتحي، يعني حكى مشكلته كيفاش مشى للبطل الميليتير وكيفاش يعني حزوه وما خلوش يعدي، ويعني طب نووي هو، يعني عنده مشكله كبيره، يعني بعثوا رغم اللي بعثوا شرنيكولا ولكن يعني ما حزوه. وقريت اللي يعني المرصد حقوق الحريات وحقوق الانسان، يعني اللي هما راس وزير الدفاع. سبحان الله، والله يا ربي سبحانه، قلت خليني نمشي، لربما مثلا وزير الدفاع سمع الكلام يعني ومش يتسامح، ما عندي لحيه ومش يخليني ندخل، ربما يسمع راه سمع الكلام. مشيت امس، يعني مأيس، انا بكل صدق مأيس، ولكن قلت خليني نجرب حظي. مشيت الوليد هذا يخدم معي في العوانه، يعرفني بكدا. السلام عليكم. السلام عليكم. قال لي ادخل. قلت له راني مريض نحب تعدي. فرح بي بكدا، قال لي تفضل تعدي. إيه؟ قال لي تعدي، ما فما حتى مشكله، تعدي يا اخوي تعدي. والله ان شاء الله يعني نتمنى يعني تتواصل هكذا، نحن كنا توانسه وكنا مسلمين، يعني ما فما حتى فرق ما بين اللي عنده لحيه واللي ما عندوش. معتقدات هذيك حاجه اخرى، بالنسبه للامور الصحيه يعني من حق كل تونسي، يعني باش الدستور اللي خاصين عليه مليارات غيمشي هكاك يا رسول الله. البوذيين قتلوا في المسلمين، هذا قتلوا فيما خاطر هذاك كافر هذاك مسلم، ولكن نحن انت اذا كان مثلا تمنعني من الدواء يعني انت تقتل فيا انت تو هكا ولا نجم نصبر على الماء، نجم نصبر على الجوع ونعطش، ولكن الدواء ما نجمش نصبر عليه. انا عندي السكر وعندي الدم، ما نجمش نصبر عليه. انا الدواء ضروري باش نقابل الطبيب نتاعي، ضروري باش ناخذ الدواء.